العشاء المتاخر اللي هو بعد النوم على طول ممكن يعمل سكته دماغيه وازمه قلبيه. وحضرتك لو هتروح استقبال معهد القلب هتلاقي معظم الازمات بتيجي بعد الساعه 2 صباحا. هو ياكل ويروح يدبها ويصحى الفجر يلاقي عنده ازمه قلبيه. ايرلي مورنينج. فالاكل المتاخر ده بيعمل ازمات قلبيه. والليل وتوتراته وسهره ده بيعمل ازمات قلبيه. صلاة الفجر مفيدة للقلب، وجمعية القلب الأردنية عملت رسالة ماجستير أو دكتوراه كانت بحث يعني مفيد جدا عن أهمية صلاة الفجر.